بسم الله الرحمن الرحيم. STN software defined network. ايه حوار ال STN ده بقى؟ قبل ما نتكلم عن ال STN نفتكر بس الاول النظام زمان كان عباره عن ايه. نفتكر زمان قوي لو تفتكروا واحنا صغيرين كانوا بيدرسوا لنا في المدارس كده اصلا يقولوا لنا ان كان في اجهزه كمبيوتر عملاقه اسمها مين فريم، صح؟ وكان يقولوا لنا ان ده جهاز او يعني هو ده الكنترولر او هو ده مثلا العقل بتاع الاجهزه كلها، والاجهزه كلها كانوا يقولوا لنا عليها ان هي دامي تيرمينالز، اجهزه غبيه جاست بس ان هي كونكتد بمين؟ بالمين فريم. تمام. الدنيا بعد كده اتطورت ان كل جهاز كمبيوتر بقى ذكي لوحده، ليه اصلا البروسيسور والرامات وكل الكومبوننت بتاعته. تمام. طيب دلوقتي مثلا الراوتر على سبيل المثال، تعالوا برضو نفتكر تقسيمه البلينز بتاعتي كانت عباره عن ايه. اي ترافيك في الدنيا متقسم عندي لثلاث انواع: كنترول بلين وداتا بلين ومانجمنت بلين. كنترول بلين كنا قلنا ده اصلا اللي بيظبط الشغل، زي مين يعني؟ على سبيل المثال زي الابديت اللي بيتنقل ما بين الراوترز في حوار الراوتنج ابديت في الراوتنج تيبل عشان يبدا الراوتنج تيبل، في حوار السويتشنج على سبيل المثال السويتشنج بروتوكولز اللي احنا درسناه زي اس تي بي والدي تي بي وي. تمام. كل ده اصلا لازم يبقى يتظبط صح الاول عشان الداتا بلين ينفع ان هي تتباعد، صح؟ طيب في عندي كمان المانجمنت بلين. ايه المانجمنت بلين؟ اللي هو الترافيك اللي عن طريقه بمانج الجهاز ذات نفسه، زي مثلا بروتوكول اخدنا اس ان ام بي، زي سيس لوج، زي مش عارف ايه، كل دي اساسا بتساعدني ان انا امانج الديفايس ذات نفسه. تمام. الراوتر ده على سبيل المثال بيبقى مسؤول عن كل حاجه. احنا عايزين نركز دلوقتي على كنترول بلين وداتا بلين. فالراوتر كل راوتر من الراوترز دي بيبقى مسؤول عن الكنترول بلين ومسؤول عن الداتا بلين. هو جوه البروسيسور بتاعه هو ذات نفسه، هو اللي بيفكر. وبعد كده نتيجه نقل ال اس اي مثلا في حاله بروتوكول الاو اس اف عن طريق ال اس اي يبدا انه يبند الراوتنج تيبل، والداتا تتبعت اصلا لبعض عن طريق ان الراوتر بيبص جوه الراوتنج تيبل. تمام. ده كان النظام قبل كده. فبدأوا يفكروا ان النظام ده فيه شوية مشاكل. ايه المشاكل اللي مقابلاني فيه؟ على سبيل المثال مثلا لو نزل بروتوكول جديد، انا الاجهزة اللي عندي في الشركة كلها سيسكو مثلا، نزل بروتوكول جديد سبورتد من جينرال لكن مش سبورتد من سيسكو، وانا نفسي ان انا اشغله، طب والحل؟ هضطر ان انا افور الشركة بتاعتي بالكامل، ابدأ ان انا اشتري ديفايسز جديدة تسبورت البروتوكول ده، او استنى لغاية ما سيسكو البروتوكول ده يبقى اوبن ستاندرد في يوم الايام وسيسكو تحن علينا وتنزله، وبرضه هضطر ان انا اعمل ابجريد للاي او اس علشان اصلا يسبورت الفيتشر الجديد. واضحة المشكلة اللي قدامي؟ فبدأوا ان هم يفكروا في طريقة تانية بقى. ايه هي؟ قال لك احنا هنعمل ديفايس اسمه كنترولر، طبقه كده بنسميها كنترولر، بنرجع كده بالذاكره للمين فريم. تمام. اعتبروا لي هو ده المين فريم. يبقى ساعتها الديفايس زي الراوترز بتاعتي هتبعت اساسا كل الترافيك اللي عندها اساسا للكنترول بلين، ال اس اي والهيلو والحاجات دي كلها مش هي اللي هتبقى مسؤوله عنها، هتبعتها لمين؟ للجهاز بتاع الكنترولر. الكنترولر هو اللي هيبدا يفكر بالنيابه عنها، وبعد كده يبعت لكل نتورك ديفايس. النتورك ديفايس ده المقصود بيه اللي هو السويتش او الراوتر. تمام. يبدا ان هو يبعت اصلا الداتا بلين جاهزه للنتورك ديفايسز دي. يعني مثلا على سبيل المثال الراوتنج تيبل يظهر كده اصلا على الراوترز لكن هو ما فكرش نهائي، السويتشنج تيبل اللي هو الماك ادرس تيبل يظهر على السويتشز رغم ان السويتش اصلا ما عملش اي حاجه نهائي، السويتش ما فكرش نهائي. تمام. يبقى تاني مين المسؤول عن الليله كلها؟ الكنترولر. هو اللي هيبوش اساسا النتيجه النهائيه للديفايس. يبقى هو المسؤول عن الكنترول بلين، والديفايسز النتورك ديفايسز هي اللي تبقى مسؤوله عن الداتا بلين. تمام. عن طريق بروتوكولات. عن طريق ايه؟ بروتوكولات. البروتوكولات ده كاتيجوري كده من البروتوكولات بنسميه اس بي اي، ساوث باوند انترفيس. ساوث باوند يعني ايه؟ الجنوب. انترفيس هنا على فكره مش المقصود بيه انترفيس، انترفيس هنا المقصود بيه بروتوكول. في لغه الاس تي ان انترفيس المقصود بيه ايه؟ بروتوكول. يعني ايه ساوث باوند؟ تعالوا نشوف الاول الرسمه دي هيوضح عليها كل حاجه. هنا مثلا على سبيل المثال ده الديفايس بتاع الكنترولر. الهدف الرئيسي من الكنترولر زي ما اتفقنا ان هو اللي هيمانج الديفايسز النتورك ديفايسز اللي تحت دي. تمام. احلى حاجه فيه بقى ان كل يوزر اصلا او كل كاستمر ممكن ان هو يبيلد الابلكيشنز بتاعته فوق الكنترولر. يبيلد ايه؟ الاجهزه بتاعته فوق الكنترولر. النظام بعد كده مش ان الكونفيجريشن وتتعب فيها ويطلع عيب فيها، لا 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 لا، ده عن طريق الابلكيشن اللي انت مصممه. انت ممكن تشتري ابلكيشن جاهز بالمناسبه وتضيفه على اللير بتاعت الكنترولر، اب تو يو.
بس الافضل ان مش كل ما تحتاج اكشن معين تشتري الكنترولر او تشتري ابلكيشن يسبورت اللي انت عايز تعمله. انت ممكن عشان كده يقول لك كل شويه ذاكر لغه برمجه زي جافا او الاسهل البايثون. هو بيقول لك ليه ذاكر بايثون؟ عشان يبقى انت عندك القدره اصلا ان انت تبيلد يور اون ابلكيشن يشتغل فوق الكنترولر. انا ممكن مثلا ابيلد ابلكيشن معين واسطبه احطه فوق الكنترولر، اديه فوق ايه على الكنترولر، احط جواه الابلكيشن ده ان مثلا الترافيك او الابلكيشن ده هيرسم التوبولوجي بتاعي بالكامل، هيرسم التوبولوجي بالكامل تمام. وعن طريق الابلكيشن ده مثلا هقعد كده انا قاعده قدام الشاشه شايفه حاجه، كل حاجه جرافيك، الماوس ده او اسفل الراوتر ده كونكتد بالسويتش ده كونكتد بالديفايس ده كونكتد بالفاير وول ده، شايفه كل حاجه جرافيكال قدامي تمام. ولقيت مثلا الراوتر لونه اصفر، الراوتر ده لونه اصفر معنى كده ان هو بقاله اسبوع قايم ما ترفتش، كنت يمين عليه ريستارت مثلا تمام. لقيت مثلا الكونكشنز اللي ما بين الديفايسز في كونكشن بقى لونه احمر، الكونكشن السلكه دي طالما لونها احمر انا اللي عامله كونفيجريشن للابلكيشن بنفسي تمام. الكونكشن اللي لونه احمر ده معنى كده ان حصل عليه كونجيشن، اكليك عليه مين واقول له لا خلي عندك 70% من الترافيك وابعت 30% من الترافيك على لينك تاني. كل ده وانا قاعده حاطه رجل على رجل، فالدنيا هتتغير جامد. بدا تكنولوجي الاس تي ان ان هي تتطبق، فعلا في شركات دلوقتي كتير شغاله بالاس تي ان، بس الشركات اللارج بزنس، فيري لارج بزنس زي فيسبوك زي جوجل زي امازون. جوجل على سبيل المثال بتستخدمه في النتورك وبتستخدمه كمان في الاستورج، هنكتشف بعد كده اصلا ان الاس دي ان ده مش بنستخدمه في النتورك بس، ده بنستخدمه كمان عشان يعني اعمل مانجمنت للاستورج ديفايسز تمام. هحتاج برضو مجموعه من الابلكيشنز، اصلا مجموعه من الانترفيسز، قلنا انترفيس يعني ايه؟ بروتوكول، بروتوكولات بتشتغل تنقل الترافيك ما بين الكنترولر اصلا والنتورك ديفايسز، زي اشهرهم على سبيل المثال الاوبن فلو. اشهرهم مين؟ الاوبن فلو. احلى حاجه في الاوبن فلو ان هو بروتوكول اوبن ستاندرد تمام، والسويتشز اللي تحت يعني مش شرط ان هي تبقى تبع شركه معينه، لا في واحد اساسا هنتكلم عن الهيستوري دلوقتي، عن الهيستوري دلوقتي بتاع الاس دي ان اساسا، واحد اسمه مارتن كارسادو. مارتن كارسادو ده عمل اصلا طفره في بروتوكول الاوبن فلو لما قدر ان هو يمبلمنت اساسا او يخترع سويتش اسمه فيرتشوال سويتش. اسمه ايه؟ اوبن فيرتشوال سويتش. الاوبن فيرتشوال سويتش الميزه اللي فيه ان هو اصلا مش بتاع حد، ده اوبن ستاندرد تمام. وبالتالي وبروتوكول الاوبن فلو هو كمان اوبن ستاندرد، يبقى معنى كده ان هو ينقل له اي ابلكيشن عادي جدا او ينقل له اي بروتوكول عادي جدا من الكنترولر تمام. طيب في عندي النت كونف، النت كونف ده بتاع سيسكو، وبالتالي انا كده مضطره ان انا اشتغل اصلا على ديفايسز سيسكو والكنترولر بتاع سيسكو. سيسكو فعلا عمل الكنترولر ايبك اي ام، اسمه ايبك اي ام تمام. الحاجات دي مش فيجن ان انا بتكلم فيها، الحاجات دي اتعملت فعلا دلوقتي خلاص على ارض الواقع. هقول لكم حاجه سامبل دلوقتي كده تشوفوا الدنيا بس فيها شغاله زي دلوقتي، بس زي ما قلت لكم لازالت شغاله فين؟ في الاماكن بالظبط الضهر تمام. بس كومينج تمام. طيب الكنترولر بقى هيحتاج اصلا بروتوكول ما بينه وما بين الابلكيشن. البروتوكول ده بنسميه نورث باوند انترفيس، نورث اللي هو الشمال، بدات توضح كده. وبيحتاج برضو كنترولر او بيحتاج اصلا سوري ابلكيشن سوري بروتوكول ما بينه وبين النتورك ديفايسز، بنسميها ساوث باوند انترفيس. ساوث باوند اللي هو مين؟ الجنوب. بالمناسبه في عندي كده مشكله في الديزاين ده، ايه هو في الديزاين بتاع الاس دي ان؟ ايه هو؟ ان الكنترولر دلوقتي سنجل بوينت اوف فيلير، صح؟ لو وقع كل النتورك ديفايسز دي مش هتوصل لبعض، وعلشان كده لا احنا ممكن نعمل ديزاين تاني ان يبقى عندي اتنين كنترولر، ممكن ان انا اوزع الحمل ما بينهم، او ممكن اخلي واحد هو الاكتف ولو وقع التاني يبقى اكتف مكانه، او زي ما اتفقنا اوزع الحمل ما بينهم تمام. وساعتها لو انا في عندي اتنين كنترولر هيبقى في عندي برضو نوعين من البروتوكولات او الانترفيسز، ايست باوند انترفيس وويست باوند انترفيس. بدات الفكره كده توضح تمام. ده هنا بقى انا حاطه لكم اكزامبلز يعني على البروتوكولات دي وايه هي الديفايسز بتاعه سيسكو اللي بتعمل لها سبورت. على سبيل المثال مثلا ايه هي الكومبوننت بتاعه الاس دي ان؟ ايبك اي ام، ده الكنترولر على سبيل المثال بتاع سيسكو. هحتاج كمان اي بي اي، ابلكيشن بروجرام انترفيس. تحور الابلكيشن بروجرام انترفيس، نرجع تاني للرسمه دي، احنا لسه قايلين ان الابلكيشن اللي انت هتعمله بيلد، بدل ما تضطر كل شويه ان انت تشتري ابلكيشن معين،
الابلكيشن اللي انت هتعمله بيلد ده اساسا لما انت بتكتب الاكواد عليه هتكتبها مثلا بلغه البايثون على سبيل المثال، فهيحتاج عشان الاكواد دي تقدر ان هي تتنقل للكنترولر هيحتاج اي بي اي. اي بي اي كانه مترجم، كانه وسيط ينقل الاكواد دي لمين؟ للكنترولر في صوره جيسون او اتش تي ام ال او اتش تي ام، مش اتش تي ام ال اسمه ايه، اكس ام ال سوري، او في صوره اكس ام ال. تمام ايه تاني اتفاهم ليش في اي مشكله في الجزء ده؟ طيب كنا بنتكلم هنا عن الاي بي اي. تمام طيب قلنا تاني في عندي انواع من الانترفيسز زي البروتوكولات زي الساوث باوند انترفيس وزي النورث باوند انترفيس، اشهرهم دلوقتي الاوبن فلو، وقلنا مستو كمان عملته الاي اي تي اف اصلا، وده بروتوكول اوبن ستاندرد. النتكون ده اللي عملته الاي اي تي اف، وفي عندي اوب فليكس. تمام طيب إيه اللايرز بتاعتي؟ الابلكيشن، الكنترولر ذات نفسه، والانفراستراكشر المقصود بيها النتورك ديفايس. في حاجه بقى، في عندي كذا موديل اساسا للاس دي ان. الاولاني كومبليت سنترلايزيشن، يعني ده معناه اساسا ان الكنترولر هيبقى مسؤول عن عمليه الكنترول بلين بالكامل، النتورك ديفايسز مش هتبقى مسؤول عن اي حاجه خالص ليها علاقه بالكنترول بلين. تمام في عندي موديل تاني عملوه اسمه بارتشوال سنترلايزيشن، بمعنى جزء من جزء من الكنترول بلين اللي هيبقى مسؤول عنه الكنترولر، والجزء التاني هو مين؟ النتورك ديفايسز. بس عندي مشكله كبيره بقى في الاثنين موديل دول. ايه هما؟ مش كل الديفايسز بتعمل سبورت اساسا لتكنولوجيا الاس تي ان. تخيل دلوقتي ان انت صاحب شركه واوريدي عندك ديفايسز ومكلفها، وبعد كده طلع تكنولوجيا جديده، هترمي كل ده مهما كانت التكنولوجيا هتقدم لك ايه؟ لا واحد يبحث عن الستريم بالظبط. تمام وعلشان كده عملوا موديل ثالث اسمه ديستريبيوتد كنترول بلين. ايه الفكره بتاعت الديستريبيوتد كنترول بلين ده بقى؟ وده على سبيل المثال اللي بيشغله الكنترولر بتاع سيسكو اللي قلت لكم عليه اسمه ايبك اي ام. تمام الميزه بقى اللي فيه ان انت تقدر تستخدم بروتوكولات انت اوريدي فاميليار معاها، بحيث ان هي تمانج الديفايسز اللي اوريدي عندك في الشركه مش محتاج ان انت تغيرها. زي مين؟ على سبيل المثال زي بروتوكول التلنت، زي الاس اس اتش، زي الاس ان ام بي، ما الديفايسز اللي عندك اكيد بتفهم ده. تمام تعالوا نعمل حاجه بسيطه كده. هنا مثلا انا منزله سوفت وير اسمه مينت او ميني نت. ميني نت اصلا يعني زي نظام ايميوليشن زي جي ان اس كده. تمام بيعمل لي بيعمل لي توبولوجي بسيط جدا جدا، عباره عن سويتش واتنين بي سي نكست عليه. تمام وبعد كده هربط اصلا التوبولوجي البسيط اللي عباره عن سويتش واتنين بي سي بالكنترولر. برضو انا منزله هنا كنترولر اساسا تبع شركه اروبا. تمام فين الديفايسز دي او فين الكنترولرز دي؟ اس تي ان فين فين فين؟ ميني نت ده على سبيل المثال، ده الكنترولر ذات نفسه اسمه اتش بي اي فان. يعني اعمل سيرش كده على جوجل اصلا على اتش بي اي فان، ده حجمه حوالي جيجا ونص. هتفك الضغط عنه هيطلع لك اساسا ملف كده امتداله او في اي. ملف الاو في اي افتحه عادي جدا جدا اساسا بالفي ام وير. تمام مش تجاري مكنه جديده، لا اوبن، لان الاو في اي ده اصلا عباره عن امتداد لمكنه اوريدي جاهزه وهو بيلت ان على لينكس بالمناسبه. تمام ومنزله هنا كمان الميني نت. الميني نت ده برضو لما فكيت الضغط عنه برضو عباره عن ايه؟ مكنه جاهزه، برضو تقدر ان انت تبروز عليها او في اي او او في اف، سواء امتداد او في اي او او في اف، تقدر ان انت تقبل الماشين دي جاهزه. تمام الماشينز بتاعتي بالنسبه للميني نت اللي هيكريت عندي سيميوليشن بسيط عباره عن سويتش واتنين بي سي، بالنسبه للامكانيات اللي انا اديتها له 4 جيجا رام، ريكومندد ان انت تديله اساسا على حسب الامكانيات اللي عندك طبعا، هيرضى بواحد جيجا رام عادي مفيش مشاكل. تمام انا مدياله هنا بروسيسور واحد، والهارد هياخد مساحه 8 جيج، وكارت الشبكه انا ربطاه بالبريدجيت. نعمل لها باور اون كده على ما ندخل على دي المكنه. الكنترولر ذات نفسه طيب، وبالنسبه للكنترولر لو جيت اعمل ايديت للمكنه دي، هي كانت طالبه مني 16 جيجا رام، بس انا اديت لها 8 كفايه عليها قوي يعني. تمام هيشتغل على 4 مفيش مشاكل طالما الهارد اس اس دي هيساعد معاك. بالنسبه للبروسيسور انا اديت لها بروسيسور واحد واثنين كور،
تمام. وبالنسبه للنتورك كان في 2 كارت شبكه، انا سبت واحد ودلت التاني وخليته بريتشد. نقوم برضو المكنه دي ونقوم المكنه دي. تمام. المكنه الاولانيه اليوزر نيم ميني نت، والباسورد برضو ميني نت. لو عايز اعرف دلوقتي بس الاي بيهات بتاعتي هقول له اي بي ادر شو شغل لينكس، يعني المكنه بتاعتي واخده اي بي من الدي اتش تي سيرفر عشان انا مخليه كارت بريتشد، واخده اي بي كام؟ دوت 6. تمام. فبدل ما اكتب الاوامر بتاعتي بعد كده هنا بس هكونكت عليها باي ابلكيشن عندي، على سبيل المثال زي الموبا اكستر. الموبا اكستر زي السكيورتي ار تي كده، بس انا عاده بفضل الموبا اكستر وانا بكونكت على لينكس. تمام. هقول له مثلا نيو سيشن، عايز اكونكت بالاس اس اتش. مين هو الريموت هوست؟ اليوزر نيم، ايوه ميني نت. ثانيه واحده. طلب الباسورد ميني نت، بيقول لي اسيف لك الباسورد ولا لا، اب تو يو. كبر بس كده الفونت شويه. تمام كده. طيب دي المكنه بتاعت مين؟ الميني نت اللي هترسم لي التوبولوجي. المكنه بقى بتاعت الكنترولر، اليوزر نيم اس دي ان والباسورد سكاي لاين. سكاي لاين. تمام. هيقول لي بس في البدايه انت عايزه ان انا اظبط لك كارت الشبكه ولا لا. تمام. فانا اختار الاختيار الاولاني وبالتاب بنقل على نيكست. تمام. مش ريكومندد طبعا ان انا اخلي الكنترولر بتاعي ياخد اي بي من دي اتش سي بي، عشان مش كل شويه الاي بي بتاعي يتغير، فانا اخليه ايه؟ ستاتيك سبيس عشان يختار الاوبشن ده. بلاش 7 ممكن يعمل لي كونفليكت مع اي جهاز هنا ياخد اي بي من دي اتش سي بي سيرفر، فسي مثلا هديله 200 مثلا، هبعد على قد ما اقدر. تمام. بتنقل بالاسهم عادي نيكست بالتاب. اوكي. هياخد كام ثانيه كده اصلا عشان يكونفيجر، وبعد كده برضو هكونكت عليه عن طريق الموبا اكستر. تمام. بعد ما اخلص اي بي ادر شو، واخد اي بي زي ما اتفقنا كام؟ 200. فتعالوا نكونكت عليه هو كمان سيشن جديده. انت لقيتها فين يا رزق؟ فوق خالص. فين؟ شمال 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 فين؟ شمال. خلاص مش لقيتها. ماشي. 198.1.200. اليوزر نيم زي ما اتفقنا اس دي ان، وقلنا هنا سكاي لاين. ونكبر برضو الفونت كده شويه. يلا يا عم لوجن بقى. تمام. عايزه بقى ان انا اجهز اساسا مكنه الميني نت دي. تمام. فجست بس ان انا هقول له سودو. سودو ده امر اصلا في لينكس بيساعدني ان انا انفذ الاوامر بالبريفليج او بالسلوحات بتاعت الادمنستريتور. الادمنستريتور في لينكس بنسميه روت. تمام. عايزه اشغل التول اللي اسمها ام ان ميني نت. قال لي اوكي انا دلوقتي عملت لك توبولوجي بسيط، في 2 هوست، هوست 1 وهوست 2، وفي ديفايس واحد بس سويتش، والاجهزه دي متوصله بالمنظر ده، الهوست كونكتد على سويتش والهوست الثاني برده كونكتد على سويتش. مين اللي ميسنج هنا؟ الكنترولر. مين اللي ميسنج هنا يا شباب؟ الكنترولر. تمام. طيب عايزه بقى ان انا اصلا اكونكت على الكنترولر ازاي؟ عن طريق براوزر. انا مدياله دلوقتي اي بي زي ما اتفقنا، هكونكت عليه اتش بي اس نقطتين سلاش سلاش 192.168.1. مدياله 200 صح؟ واحده على بورد 8443. طبعا بس هو كل اللي فيها بيقول لي ان السيرتيفيكت بتاعته مش تراستد. مش يا عم انا واثقه وانا بعمل ايه؟ دخلني وخلاص. طبعا هو لانه هو اصلا بيجنريت سيلف ساين سيرتيفيكت. اليوزر نيم اس دي ان سكاي لاين. ده شكل الكنترولر. تمام. زي ما قلنا بعد كده كل تعاملي اساسا هيبقى جرافيك بالمنظر ده. عايز تمنج الشبكه ان شاء الله يكون حجمها ايه؟ بالمنظر ده. تمام. لو انا دخلت هنا مثلا على سبيل المثال على الابلكيشنز، في مجموعه من الابلكيشنز اوريدي موجوده وجايب لي الفيرجن بتاعها. افرض بعد كده ان انت قررت ان انت تعمل ابلكيشن بنفسك او تشتري ابلكيشن، هتضيف الابلكيشن اللي انت عايزه من نيو وبراوز عليه او ابلود. تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي كمان هنا على
open flow topology لسه فاضي. ليه؟ محتاجة دلوقتي ان انا اربط اساسا الكنترولر بتاعي، محتاجة ان انا اربطه بمين؟ بالميني نت عشان يقدر يدتكت الديفايس دي اصلا، تمام؟ عشان ان انا اقدر ان انا اربطهم بقى مع بعض من الجهاز اصلا، من المكنة نفسها بتاعت الميني نت. هكتب الامر ده طبعا في الاول سودو مسافة ماينس ماينس ام ان الاول يا جميلة. سودو ام ان ماينس ماينس كنترولر نعم ام ان بيساوي انا كاتبه غلط ام ان ثانيه واحده. طيب هبعد كده شويه هنا بالاسهم واستخدم الديليت. هي رخم شويه بس في الحته دي. ام ان ماينس ماينس كنترولر بيساوي ريموت مسافه او كوما كوما اي بي بيساوي 192.168 دوت 1 دوت. اتفقنا على كام؟ 200. انتر. تمام. لو جيت بقى هنا دلوقتي من الشاشه بتاعه الكنترولر وقلت له كده ريلود، المفروض كده ان انا ربطتهم مع بعض. ظهر فينا فعلا عندي هنا ايه؟ الاوبن فيرتشوال سويتش، بس مش عارفه ليه الديفولت ان هو بيجري كده، فانا هثبته بس جاست ان انا بس هكليك هنا يمين واقول له ايه؟ بين اول عشان يثبت بس بدل ما عمال يجري كده. تمام. بس ظهر لي هنا الاوبن فيرتشوال سويتش بس، صح؟ فين بقى التو سويتشز اللي التو بي سيز اللي انا اتكلمت عنهم؟ هجنريت بس اي ترافيك ما بينهم عشان يصلوا. فهاجي على الشاشه بتاعت الميني نت واقول له هنا بينك اول، هجنريت اي ترافيك ما بينهم 0% دروبت. لو انا جيت دلوقتي هنا كده بقى قلت له تاني ريلود، ظهروا هم التو بي سيز. تمام. كل شغلي زي ما اتفقنا. لا تاني. تمام. كل شغل هيبقى جرافيك بقى. على سبيل المثال هسلكت مثلا على السويتش ده كده، سلكت عليه برضه لسه مش حاجه بيرفكت قوي، واضغط سورس. ها ضغط سورس ده ما هو كده اتقل. يالا هو رخم اصلا ده، انت عيل ثقيل. سلكت عن سلكت بس. تمام. نسلكت على التاني بقى هقول ان ده تعيل. كليك يمين. طيب يلا اصبر بقى يلا، واقول ان ده الديستنيشن. تمام. واقول له بس ان انا عايز اشوف الشورت بس ما بينهم، هو ده بس اللي ما بينهم. تمام. هينفعني هيسر قوي قيمه الكلام اللي انا بقوله ده لما يكون قدامي توبولوجي كبير، هيسر قوي بقى في الحته دي. انا قدامي توبولوجي كبير وفي كذا مسار من السورس للديستنيشن، وعايز اعرف الترافيك هيمشي ازاي من السورس للديستنيشن. مجرد ما سلكت بين السورس ومين ديستنيشن هلاقي الترافيك ظهر قدامي في مسار معين. وضحت كده الفكره؟ تمام. برضو ممكن اقول له هنا اوبن فيو او اوبن فلو مونيتور، هيجيب لي اساسا معلومات عن الاوبن فيرتشوال سويتش، الفيرجن بتاعه والاي بي بتاعه. تمام. ممكن برضو لو دخلت هنا على التريس، برضو على طريق التريس ممكن ان انا احدد المسار بتاع الداتا بيمشي ازاي زي ما اتفقنا. ففي هنا اوبشنز محترمه قوي. طبعا احنا دلوقتي مش انترستد ان انا اشرح اس دي ان بالكامل، بس الفكره بتاعت الاس دي ان بدات توضح. طيب ندردش بقى كده شويه مع بعض. قلنا تاني الميزه بتاعت الاس دي ان ان الكونفيجريشن كلها بتتم عملها على مين؟ على الكنترولر. وبالتالي فيها الميزه الاولانيه ان هي سنترلايزد ادمنستريشن، انت بتمانج كل حاجه من مكان واحد. تمام. افرض حصل مثلا تحديث للاي او اس او فيرجن جديد من الاي او اس ظهر، بدل من ان انا هغير النتورك ديفايسز بالكامل، انا كل اللي انا هعمله بس ايه؟ هعمل بوش من الداتا من الكنترولر للداتا بلين من خلال الكنترولر ده. الفكره بتاعته تاني بدات ازاي؟ عن طريق ان كان في واحد اسمه مارتن كاسادو قدر ان هو يعمل طفره اصلا في البروتوكول اللي اتكلمنا عنه اللي هو الاوبن فلو. حتى بعد كده شركه في ام وير اشترت اصلا الشركه بتاعته، وكان عامل شركه اساسا. تمام. اشترت الشركه بتاعته اساسا
وقدرت ان هي تعدل كمان في البروتوكول وخلت مارتن كاسادو اساسا مدير اصلا الـ VMware شركة VMware. تمام؟ طيب الوسيط ما بين الابليكيشن والكنترولر قلنا اللي هو الـ API صح؟ مين شركات بتشتغل فيه؟ زي جوجل زي فيسبوك. قلنا كمان بيشتغل مع تكنولوجيز كتير مش بس النتورك ديفايسز، بيشتغل برضو كمان مع الستوريج. تمام؟ الشركة اللي كان عملها مارتن كاسادو دي بالمناسبة كان اسمها نيسيرا. نيسيرا دي الشركة اللي اشتريتها زي ما قلنا شركة في ام وير. تمام؟ من ضمن المميزات كمان اللي في الاس تي ان ان انا كده بقلل التكلفة، زي ما قلنا لو ظهر بروتوكول جديد او تكنولوجيا جديدة بدل مرمي كل حاجة بالظبط. تمام؟ ميزة كمان في الفيرتشوال سويتش اللي عمله مارتن كاسادو اللي احنا سميناه اللي هو الاوبن فيرتشوال سويتش، ان هو ما بيشتغلش باوبريتنج سيستم معين، بمعنى هو بس محتاج اوبن محتاج اوبريتنج سيستم حاجه بسيطه جدا جدا في الاول ان هي تقومه بس، على عكس مثلا الكنترولر بتاع سيسكو الديفايسز لازم يكون عليها الاي او اس اصلا بتاع سيسكو صح، انما ده مش محتاج اوبريتنج سيستم معين وبالتالي هيتعامل مع كل انواع البروتوكولات. تمام؟ بس التكنولوجي بتاعت اللي هي الكنترولر قلنا تاني ان هي سنجل بوينت اوف فيلير وسنجل بوينت اوف اتاك، فلو حصل اتاك دلوقتي على الكنترولر بتاعي الشبكه بتاعتي بالكامل اصلا هتقع صح، وعشان كده قلنا هنحلها عن طريق ان هيبقى عندي اكتر من كنترولر. اكتر من ايه؟ من كنترولر. في انواع على فكره تانيه كمان من الكنترولر، قلنا ايبك بي ام ده بتاع سيسكو، في عندي كمان الاوبن دي لايت ده كنترولر اساسا اوبن سورس كود هو كمان. تمام؟ واتكلمنا عن البروتوكولات. الاوبن فلو معايا ولا الاوبن فلو في ميزه كمان قويه قوي. ايه هو؟ قلنا كمان ان هو اصلا في ميزه انه مش بيكتب اساسا اي كونفيجريشن على النتورك ديفايسز دي. تمام؟ على عكس مثلا زي ما اتفقنا في بروتوكول بتاع سيسكو اللي هي اوبن اللي هو سوري اسفه اسمه قلنا اسمه ايه؟ اوب فلو. تمام؟ الاوب فلو ده مشكلته ان هو اصلا بيكتب الكونفيجريشن على الديفايسز وبالتالي الديفايسز النتورك ديفايسز لازم يكون عليها اوبريتنج سيستم. انما الاوبن فلو الديفايس اللي قدامه قلنا جاست ان هيبقى عليه اوبريتنج سيستم حاجه بسيطه جدا جدا كاوبن ديفايس. اشبهها لكم بايه؟ بجهاز الكمبيوتر اللي عليه الدايس. هو الدايس ده يساعدني في حاجه؟ ده بيقوم جاست جهاز الكمبيوتر في الاول، لكن محتاج اوبريتنج سيستم تاني. هعتبره كده ان الدايس ده هو اللي بيقوم الفيرتشوال سويتش اللي بنتكلم عنه. تمام؟ في اي مشاكل كده في الحوار بتاع الاس تي ال؟ تمام. طبعا زي ما اتفقنا اساسا ان احنا بناخد قشور الاس تي ال. الاول صحيح قبل ما انسى قبل ما اوقف الفيديو، سؤالك ايه اسلام؟ ان الواحد يكون معاه كورسات ايه تانيه معاه لو هيشتغل تبع الاس تي ال. طيب مش كل الشركات اولا هتشتغل بالطريقه بتاعت الاوتوميشن اللي احنا بنتكلم فيها دي. تمام؟ ده هيلغي تراك النتورك وبعد كده الناس مش هتحتاج نتورك انجينيرز، بالعكس ده انت هيحتاجوا نتورك انجينيرز جامد جدا، لان اساسا خد بالك ده كله مبني على النتورك اللي احنا اتكلمنا عنه. هيبقى فارق قوي قوي ان واحد فاهم نتورك وبالتالي بيبوش الكونفيجريشن اللي احنا عملناها كلها او بيعملها بطريقه ثانيه اللي هي الكنترولر. حاجه كمان، افرض دلوقتي ان في شركه شغاله اوتوميشن وعملت سكريبتيه ولا حاجه وقعت الدنيا، لازم يبقى في نتورك انجينير يحل المصايب اللي حصلت. الاوتوميشن مش دايما حل كويس. تمام؟ بالنسبه لايه بقى اللي انت محتاجه؟ حاول دايما بقدر الامكان ان انت تلم حاجه كده من كل حاجه، يعني انا دلوقتي احتجت شويه في سيسكو عشان افهم الكنترول بلين والداتا بلين صح؟ احتجت شويه حاجات بسيطه جدا في لينكس علشان بس اقدر ان انا اتعامل مع الكنترولر. تمام؟ فدايما بقدر الامكان يعني ركز في الدراسه بتاعتك على حاجه تبقى بيرفكت فيها، لكن مش معنى كده ان انت تلغي الباقي، اعرف اعمل حاجه برضه. ماشي؟ اي اسئله تاني؟